إن ثورة الملك والشعب. الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 64 لثورة الملك والشعب جاء ليؤكد على نجاح السياسة التي يعتمدها المغرب تجاه القارة الإفريقية، خيار استراتيجي أصبح من أولويات المغرب في سياسته الخارجية، حيث يرى أن تنمية إفريقيا هي إحدى مسؤولياته الكبرى، كما أن العلاقات مع دول القارة الإفريقية تحتل مكانة خاصة في الدبلوماسية المغربية. واليوم يتواصل هذا العمل التضامني من أجل تحقيق التنمية والتقدم المشترك الذي تتطلع إليه كافة الشعوب الإفريقية. في الجانب الاقتصادي أطلق المغرب بعدد من الدول الإفريقية مشاريع تنموية كبرى تعكس خياره الاستراتيجي المذكور سلفا، مشاريع لا تخص بلدا دون آخر من بلدان القارة الإفريقية. وترتكز سياسة القارية على معرفة دقيقة بالواقع الإفريقي. الخطاب الملكي أشار أيضا إلى أن المغرب لا ينظر إلى القارة الإفريقية على أنها مجال للاستثمار فقط، لافتا في هذا السياق إلى أن السياسة الخارجية للمغرب في علاقته بإفريقيا تركز أساسا على الإنسان، لأنها مبنية على البعد التضامني وتسعى إلى خلق مجال تنموي مغاير، وذلك من خلال نهج سياسة اقتصادية جديدة يكون فيها كل طرف رابحا عكس ما كان معمولا به في الماضي. وقد تكللت هذه السياسة بتعزيز شراكاتنا الاقتصادية ورجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي والموافقة المبدئية على انضمامه للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب عزز مضامين الخطابات السابقة وأكد أن توجه المملكة نحو إفريقيا خيار مطلوب واستراتيجي تعكسه الزيارات الملكية المتتالية للدول الإفريقية، زيارات تجاوز عددها 50 وشملت أكثر من نصف دول القارة.